تحياتي لكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة، تأتيكم دائما على شاشة النيل الأخبار، ونرصد في هذه الحلقة أبرز القضايا والموضوعات محليا وعربيا وعالميا. في حلقتنا اليوم نتابع: الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة. ونتابع أيضا: مدبول يتفقد عددا من المصانع بالعشر من رمضان ويؤكد أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الوطني. وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والفلسطينيون يحيون ذكرى 48 ليوم الأرض. افتتاح مسجد السيدة زينب بعد التطوير وإقامة أول صلاة تراويح فيها. ومن موضوعاتنا أيضا: محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة. وفي حوار مع السفيرة الدكتورة نميرة نجم عضو فريق الدفاع عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، نلقي الضوء على هذا الموضوع. ما زلنا مع الملف الفلسطيني، ونتابع أيضا: أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة ويتهمونه بعرقلة صفقة تعيد ذويهم. غارات إسرائيلية مكثفة على حلب ضد مواقع للحرس الثوري وحزب الله، وواشنطن تضغط لمنع توسع دائرة الحرب. إذن من العناوين إلى تفاصيل الأخبار، نبدأ من القاهرة حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض إلى الخارج. نتابع. عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نسبة تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعا المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة. وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. دكتور أشرف، يعني كيف يمكن النظر إلى أهمية وجدوى هذا المشروع الدلتا الجديدة من أجل توسيع رقعة زراعية، توفير المزيد من السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، طبعا مع الوفرة تنخفض الأسعار؟ تفضل. في واقع الأمر يا أستاذة دينا، هذا المشروع مشروع حيوي جدا، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية بالقطاع الزراعي تحديدا من حيث المشروعات القومية الزراعية الكبرى. مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، وهو مشروع يمثل فكر شمول التنمية في حقيقة الأمر، بمعنى أن المشروع ليس مجرد مشروع زراعي فقط، إنما هو مجمعات زراعية وصناعية
ويعني نرى ذلك من خلال توجيهات الرئيس بالنسبة لصوامع الحبوب ومصانع تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية. كل ذلك هو يمثل فكر شمول التنمية بشكل كبير. ذلك المشروع كما أشرت حضرتك سيعمل على تحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ويعمل في نفس الوقت على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين بمفهوم الأمن الغذائي الشامل، من إتاحة ووصول إلى الغذاء والأمان الغذائي وصحة الغذاء وسلامته. طيب يعني تلك المحاور. نعم طيب، يعني ما هو المطلوب الآن حتى يتم إنجاز هذا المشروع على أكمل وجه وكما خطط له من جانب رئاسات الجمهورية ومن جانب الحكومة؟ ما هو السقف الزمني أيضا الموضوع لهذه الخطة؟ من هذا الأمر يأتي في إطار اهتمام مباشر من قيادة سياسية، ومن أجل ذلك تتم المتابعة الدؤوبة على فترات متقاربة لهذا الأمر. المشروع ليس مشروع زراعي فقط، إنما هو مشروع صناعي وزراعي وخدمي وتجاري، ويحتاج إلى تطوير لمحطات كهرباء ولبنية أساسية وترفيق. كل ذلك الأمر يجري على خطوط متوازية في نفس الوقت. يعني لنا أن نعرف أن كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تم إضافتها لهذا المشروع، فضلا عن ما تم إشارة إليه اليوم من العمل على توفير مصادر مياه الري اللازمة له من خلال ترعة الحمام، من خلال محطة الحمام التي تواصل محطة المحسمة ومحطة بحر البقر في سيناء الحبيبة، فضلا عن المياه الجوفية. هذا المشروع عبقري في المكان، ويقع في بالقرب من محور روز الفرج الضبعة، ويقع في الزهير الصحراوي لخمسة محافظات بشكل كبير، ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي بشكل كبير. نعم. وإتاحة السلع للمواطنين. طيب. بشكل كبير. دكتور أشرف، سؤالي الأخير، إلى أي مدى كنا بحاجة لدلتا جديدة فعليا بعد حالة التكدس الكبير وبعد الزيادة السكانية الازدحام الموجود على الرقعة الزراعية والسكنية في الدلتا، دلتا مصر القديمة؟ يعني إلى أي مدى كنا بحاجة إلى هذا التوسع وأن تكون هناك دلتا جديدة؟ هذا سؤال هام، وأشكرك على هذا التوجه. الزيادة السكانية بالفعل كبيرة، وكنا نعيش على 4% فقط من مساحة مصر. تستهدف خطة الدولة الوصول إلى 25% من المساحة المأهولة. نحن الآن في حدود من 12-13% من المساحة المأهولة، فكنا في حاجة ملحة لذلك للعمل على تخفيف التكدس، وخاصة أن الدلتا الجديدة تقع بالقرب من الدلتا القديمة، وبالتالي عملية جذب السكان لعمليات التوطين هي عملية متاحة. شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. ما زلنا مع شأن المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية اعتماد مصر على القطاعات الإنتاجية، وذلك لضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض مرة أخرى لأي اضطرابات خارجية تؤثر على الداخل المصري بالسلب، كذلك خلال تفقد عددا من المصانع في منطقة العاشر من رمضان. ينضم إلينا عبر الهاتف وزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إحدى القلاع الصناعية العاشر من رمضان. البداية كانت مع تفقد مجمع هاير الصناعي الصيني الصديق للبيئة، حيث تابع رئيس الوزراء التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للمرحلة الأولى من المجمع لإنتاج التلفزيونات والتكييفات، والذي بدأ مطلع مارس الجاري بحجم إنتاج بلغ 1,000,000 وحدة سنويا، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية، على أن تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، ترتفع إلى 70% خلال عامين. وخلال الجولة طلب مسؤول الشركة بتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، ووجه رئيس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورا، كما وجه مدبولي الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز. تم إنتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي النهاردة. الحقيقة وراني الخط الإنتاج اللي هيبدأ بالفعل أو بدأ بالضبط التجارب التشغيلية، وهيبقى إن شاء الله على شهر 5 بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي. في
ثم تفقد رئيس الوزراء مصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار وتستهدف الشركة التركية والتي كانت أيضا من أولى الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية تستهدف خدمة السوق المحلية وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج للأسواق العالمية. وجدد مدبولي التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة. كما تفقد مدبولي مصنع فريش إلكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، ويعد مصنع فريش للغسالات هو الأحدث في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 600,000 غسالة سنويا ويعمل به 1200 موظف، وهناك مخططات للتوسع به بإضافة طرازات جديدة. هذه المصانع كلها بتعمل مستوى إنتاج على أعلى مستوى، بتصدر للخارج، عندها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج إذا ما كانتش هي نفسها شركات عالمية، ولكن زي مصنع زي فريش النهاردة بيتعامل مع البراندات الكبيرة وبينتج لها كمان وبيصدر للخارج. ثم زار مدبولي مصنع يوتيل للدهانات والبويات الصناعية عقب افتتاح مصنع جديد في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمتخصص في إنتاج الدهانات المبتكرة بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 70 مليون لتر في الوردية الواحدة باستثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. مصنع جوتن للبويات، وده برضو ما شاء الله بيصدر لكل أنحاء العالم. والقلعة الصناعية الكبيرة جدا اللي احنا موجودين النهاردة فيها وبنعمل المؤتمر الصحفي، قلعة السويدي ومصانع السويدي الخاصة بإنتاج المحولات الكهرباء، واللي شفنا فيها الحقيقة مستوى إنتاج عالمي، وكل المحولات اللي شفناها في الداخل كانت كلها بغرض التصدير لدول المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط، وهناك يعني كمان الحقيقة مستوى من المنتجات اللي هيتم بعد كده لاحقا حتى هيتم تصديرها لأوروبا. تشكل الصناعة ما نسبته 17% من الاقتصاد المصري، نسبة تسعى الحكومة إلى زيادتها في الأمد المنظور، باعتبار أن قطاع الصناعة مع أهمية باقي القطاعات يبقى هو الأمل والمستقبل. من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، هشام حامد، النيل للأخبار. ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبد الله الغزالي، عضو الاتحاد المصري لجمعيات رجال الأعمال. مهندس عبد الله، يعني هذا التفقد لرئيس الوزراء لمدينة صناعية مدينة العاشر من رمضان والحديث عن مصانع ذات إنتاج متنوع وفي مجالات مختلفة تحقق طبعا يعني كفاية للسوق المحلي ومنها الكثير ما يصدر أيضا إلى الخارج. حدثنا عن هذه الجولة والاهتمام بالصناعات المحلية وتطويرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد مساء الخير، وجولة السيد رئيس الوزراء لمدينة العاشر من رمضان لقلعة الصناعة الأولى في مصر، جولة بترفع من الروح المعنوية للمصنعين، وهو كما عودنا أن ما بيعديش ست أشهر لما يكون بيزور أكبر مصانع في العاشر والمصانع المنتجة واللي بتصدر واللي بتغطي السوق المحلي. طبعا النهاردة كان له وعود جميلة جدا أدلى بها إلى جميع المستثمرين وزارهم من شركات يوتين أو بيكو أو فريش أو جميع الشركات اللي هو زارها. وكان أفضل حاجة قالها طبعا في الزيارة بتاعته إن كل مستثمر جاد وبيصنع وبيصدر وبيغطي المنتج المحلي وبيصدر بره، لو عاوز اكستنشن في الأرض أو عاوز توسعات من الصبح ياخد التوسعات اللي هو عاوزها. ليه؟ لأن احنا بنحارب تجارة الأراضي ونحارب الناس اللي هي بتاخد أراضي وتبيعها، فبالتالي لما يشوف المستثمر بعينه وينزل الأرض الواقع معالي دولة رئيس الوزراء ويشوف المستثمر بعينه شغال وبينتج، أكيد ده حافز كويس جدا وحاجة ترفع من الروح المعنوية للصناع وتدينا قوة للإنتاج أكتر. وكلنا بنتسابق إن يبقى ليه يزور مصنع يتن ما يزورش مصنعي ما يزورش مصنع ده، فكلنا بنبقى عندنا حافز كبير إن احنا نأدي أحسن من كده عشان نقدر نستقبل دولة رئيس الوزراء. شكرا جزيلا المهندس عبد الله الغزالي، عضو الاتحاد المصري لجمعيات رجال الاعمال. قال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان مصر ستتسلم الدفعه الاولى من البرنامج الممدد والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الاسبوع القادم. واشاد وزير الماليه محمد معيط باعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الموافقه على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بتمويل بلغ 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار. اكد الوزير ان الحكومه تعمل على سرعه استعاده النشاط الاقتصادي
بسياسات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارا من موازنة هذا العام. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة في يونيو القادم، وذلك للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير برفقة محافظ القاهرة خالد عبد العال لمكتبي بريد الأميرية الجديدة ومكتب بريد المقطم بعد تطوير إيمان. وتابع أرض فاضية وكانت طبعا منتهية، فقد أعد في خير حي المنطقة بها كمان. بتلك الكلمات عبر المواطنون عن سعادتهم بافتتاح مكتب بريد الأميرية الجديد الذي سهل لهم الحصول على الكثير من الخدمات منها صرف المعاشات والتحولات البريدية. الجراب بقت أسهل من الأول بكتير، الدنيا بقت أحسن من الأول بكتير، شايف إن كل حاجة بقت أسهل من الأول. يعني الأول كنت تيجي تقف تلاقي طوابير، تلاقي الدنيا زحمة بتاع، دلوقتي مكاتب البريد بقت أكتر من الأول، بقيت تروح أي حتة تلاقي مكتب بريد أو تلاقي عربية بريد أو تلاقي كشك، فالكلام ده دلوقتي سهل علينا الكلام ده كله، بقينا نروح أي مكتب بريد دلوقتي نلاقي الدنيا كويسة جدا بصراحة. وعقب الافتتاح أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن البريد المصري شهد نقلة نوعية وتكنولوجية في تقديم خدمات مصر الرقمية. البريد يقدم أكثر من 160 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية التي يبلغ عددها حوالي 170 خدمة. بالإضافة إلى هذا نستضيف أيضا في الكثير من مكاتب البريد زي مكتب بريد الأميرية زملائنا في مصلحة التوثيق من وزارة العدل بالتعاون طبعا مع وزارة العدل لكي يقدموا خدمات التوثيق أيضا من خلال البريد. مكتب بريد الأميرية الحقيقة يتميز بأنه متعدد الطوابق، ولذلك سنستضيف المزيد والمزيد من الخدمات الحكومية إن شاء الله لخدمة مواطني المنطقة وأهلها بشكل ميسر ومبسط ومحاكم. من جانبه أكد رئيس الهيئة القومية للبريد بأن افتتاح المكاتب الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لتقديم خدمات بريدية مميكنة للمواطنين في سهولة ويسر، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالبريد. احنا النهاردة متواجدين في مجمع بريد بحي الأميرية بيشمل مكتب بريد الأميرية الرئيسي، وده عبارة عن دورين، أرضي أول وتاني، وفوق كمان دور تالت عبارة عن منطقة بريد توزيع الأميرية، ودور رابع عبارة عن منطقة توزيع حدائق الأوب. احنا هنا في شباك رقم واحد، الشباك ده بيبقى الشباك ذوي الهمم، بنقدم خدمات لذوي الهمم جميع الخدمات البريدية. بناخد دورات دايما بصورة مستمرة جوه الفروع علشان نقدر ازاي نتعامل مع العملاء ومع الجمهور، وزي نقدر ان احنا نتعامل مع البرامج والمشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا شغالين مع العملاء، بحيث ان احنا نوفر احسن خدمه للعميل. من خلال بوابه التموين اقدر من خلالها افعل بطاقه التموين لاول مره، اضيف متعامل عليها، ممكن انقل من محافظه لمحافظه. وبالنسبه للاحوال المدنيه ممكن اعمل شهاده ميلاد لاول مره مميكنه. كاننا مكتب متكامل بالظبط، اي نوع من التوكيلات انت محتاجها موجود، إثبات التاريخ موجود، عقود السيارات موجودة، كل خدمات التوسيع شاملة موجودة هنا. بنقدر نعمل إيزي بوكس، حاجة عندنا اسمها إيزي بوكس، لو مثلا حد عايز يبعت طرد وعايز العميل بيحصله عن طريق فيزا اسمها إيزي باي. إذن هي استراتيجية ينتهجها البريد المصري لتقديم خدمات بريدية من خلال مكاتب مجهزة بأحدث التكنولوجيا العالمية ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية للمواطن المصري أينما كان موقعه. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدني وبعد تدمير البنية التحتية الفلسطينية في قطاع غزة بالكامل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة بين شكري ونظيري الأردني والفرنسي. وقد شدد وزير الخارجية على ضرورة أن تستخدم المنظمات والمجتمع الدولي نفوذهما لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. عقب جلسة المباحثات الثنائية المغلقة التي جمعت بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفان سيغورني، انطلق لقاء ثلاثي ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن. تحدثنا عن القدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الدول الفاعلة طبعا الاتحاد الأوروبي وغيره، كل دول المجتمع الدولي في الحقيقة تتحمل مسؤولية
هذه الأحداث مسؤولية الوضع الإنساني، مسؤولية الحفاظ على المبادئ اللي استقر عليها العالم وأصبحت هي المبادئ الحاكمة لما هو متوافق عليه في عصر من الحداثة والخروج خارج نطاق الغلبة للقوة، وإنما يجب أن تكون الغلبة للمبدأ والمبادئ. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الوزراء أن المباحثات الثلاثية جاءت حول الأوضاع في قطاع غزة ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار والحد من الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع. عكس لقاؤنا على الأقل توافق حول قضايا أساسية تمثل الآن موقف المجتمع الدولي برمته: وقف إطلاق النار، رفض استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، إدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة. وهذا مطلب ليس لنا فقط، هذا مطلب أكده مجلس الأمن، أكدته محكمة العدل الدولية، أكده المجتمع الدولي برمته، لكننا ما زلنا نواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قتل المزيد من الأبرياء، يؤدي إلى تدمير المجتمع الغزي برمته، ويؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف. فرنسا تعارض بشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح. نحن ننادي أو نريد أن تتوقف العمليات العسكرية، وهذا ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار، في القرار الذي صوت عليه الأسبوع الماضي، وصوت عليه فرنسا، وفرنسا ومصر والأردن سوف تستمر في العمل معا حول هذا الموضوع. أعتقد أن إسرائيل قادرة على السماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة وبدون أي عقبات أو قيود. هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، فتح كل المعابر البرية فورا وبدون أي شروط. وكنت أقول لزميلي حتى نحن الآن قبلنا فكرة أن تمر المساعدة بالبر، هذا يعني شكل من أشكال ضعف وعجز المجتمع الدولي، وبالتالي لا يجب أن نتساهل ولا يجب أن نتخلى عن مطالبنا. يجب أن تفتح المعابر البرية وأن يكون هذا شرط أساسي ولا بد منه. هذا وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض مصر القاطع لأي عمليات عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، مع ضرورة امتثال إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية. استمرارنا للجهود المصرية الحثيثة والمتلاحقة لإنهاء الأزمة داخل قطاع غزة، جاء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية فرنسا والأردن بالقاهرة، حيث أكد الوزراء على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حدا للأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. من مقر وزارة الخارجية أمل صبري، النيل للأخبار. وصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام كثيرة ثلاثة أيام في شهر مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. استمرت القوات الجوية المصرية وبالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة في شمال قطاع غزة. في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28، 29، و30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية
تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة. فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيرتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برا داخل القطاع. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة، وذلك لتجنب المجاعة. وصدر القرار بالإجماع، حيث قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن تتحرك دون تأخير، وذلك للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. هذا القرار يأتي بعد تحذيرات من أن المجاعة قد تضرب قطاع غزة في غضون أسابيع. بالإجماع أصدر قضاة محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة، والذين صارت المجاعة فيهم أمرا واقعا في ظل الغارات المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. محكمة العدل الدولية شددت في بيانها على ضرورة اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة من دون تأخير ومن دون عراقيل. جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة طلبت هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة ضد إسرائيل. وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل في يناير الماضي إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما أغضب إسرائيل. وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي في تقرير نشر الثلاثاء إن ثمة أسبابا منطقية تدفع للقول بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في حالات كثيرة. وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب الثلاثاء الماضي في تصويت على مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكنها لم تستخدم حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار. وتزعم إسرائيل أنها تبذل جهودا لتعزيز وصول المنظمات الإنسانية إلى غزة برا ومن خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات وبطريق البحر من خلال سفن إلى ساحل القطاع على البحر المتوسط. للحديث عن هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا تنضم إلينا السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية. دكتورة نميرة، يعني كيف يمكن النظر إلى هذا القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية؟ نعلم أن هذا القرار ملزم قانونا، لكن مجلس الأمن هو الوحيد القادر على وضع آليات تلزم الدول على التنفيذ. هل هذا يضعف من قوة القرار أم أن قوته المعنوية تكفي؟ مساء الخير. لا، هو حاليا قرار محكمة العدل الدولية بالفعل صدر بالتوازي مع قرار لمجلس الأمن بضرورة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وإمكانية التفاوض لوقف إطلاق النار بشكل مستدام لوضع ترتيبات لوقف إطلاق النار بشكل مستدام. وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية ملزم، قرار مجلس الأمن ملزم، لكن للأسف أن الحرب ما زالت مستمرة بسبب الدعم الخارجي لإسرائيل. هي دي الإشكال. نسترجع هنا أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية وبعد قرار مجلس الأمن الصادر والملزم لإسرائيل وقف العمليات العسكرية،
خرج علينا مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية ليشككوا في إلزامات القرار ضد قواعد القانون الدولي المتعارف عليه. فطبعا ده يؤكد أن استمرار الحرب مرتبط بآليات تتعدى الإلزامية القانونية الصادرة من الجهتين. طيب هذه القرارات يعني هذا ثاني قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي يعني ينتصر كثيرا إلى حقوق الفلسطينيين، إلى أي مدى هذه القرارات تضع إسرائيل في عزلة دولية ليس هي فقط ولكن أيضا حلفائها؟ كما ذكرت هي إسرائيل لديها ضوء أخضر وبالتالي لديها حلفاء، كيف يعني هذه القرارات وعدم الالتزام بها تضع هذه الدول في عزلة دولية؟ وحتى الآن يصعب أن نقول أنها في عزلة دولية لسبب هناك بعض الدول بالفعل وتتزايد التي تحاول اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل سواء بوقف الدعم لها، وقف التعامل الاقتصادي معها، سحب سفراءها إلى آخره. ولكن الإشكالية الحقيقية أن الدول الداعمة لإسرائيل إلى يومنا هذا لا زالت تدفع بالفكرة أن هناك ما نطلق عليه دفاع عن النفس من قبل إسرائيل، وهو أمر طبعا لا أخلاقي ولا قانوني ولا سياسي بأي درجة يمكن الفهم لها. ولكن حينما نتحدث عن فكرة الدفاع عن النفس المنتشرة في وسائل الإعلام الغربية هي تحاول أن تداعب مشاعر الإنسان العادي دون معرفة بقواعد القانون، وبالتالي حقيقة الأكذوبة تتكرر من قبل الدول الداعمة لإسرائيل أن ما حدث في 7 أكتوبر يقتضي دفاع عن النفس دون النظر إلى ما كان يحدث من قبل 7 أكتوبر من استيطان واحتلال وحصار وتهجير قسري وقمع الفلسطينيين. حاليا الدول الداعمة لإسرائيل لم تتوقف عن الدعم بدليل أنه اليوم هناك نشطاء حاولوا منع سفينة مغادرة الميناء في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل سلاح إلى غزة، إلى بالضبط إلى إسرائيل لغزة. وبالتالي هذا يعني أن الحرب لن تتوقف بدون توقف هذا التدفق الهائل من الدعم. صحيح. طيب دكتورة لدي هنا سؤال، يعني نعلم أنه على المستوى السياسي هناك حلفاء لإسرائيل يدعمونها طبعا، لكن على المستوى الشعبي ذريعة أن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها، إلى أي مدى شعبيا أصبح هذا غير مقبول، خاصة أنه هذه الجلسات لمحكمة العدل الدولية ما تنقله وسائل الإعلام والفيديوهات الشخصية للأجهزة المحمولة أصبحت تفضح كل ذلك على مستوى العالم، هناك حلفاء رسميين فقط لكن شعبيا لأي مدى تغير الوضع على مستوى العالم؟ التغير ما زال طفيفا في مسار الحكومات. هناك بعض التغيرات السياسية، ولكن بعض هذه التغيرات يقصد بها داخل كل دولة أكثر منه تغير حقيقي في المواقف الدولية. نسمع الآن أن هناك بعض من الدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تشير إلى أنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة. هناك البعض يقول أنه سوف يحاكم الجنود من مزدوج الجنسية الذين يشتركون وينخرطون في المعارك في غزة وينخرطون في جرائم ضد الإنسانية. ولكن في حقيقة الأمر أن كل هذه التحركات الشعبية لم تؤثر بالقدر الكافي في تغيير مواقف الحكومات بشكل جذري، وهو هنا يمكن إثارة فكرة العصيان المدني الداخلي، لأنه هذا قد يكون أحد الحلول من قبل الشعوب التي لا تسمع حكومتها مناشدتها في وقفها الدعم لإسرائيل، خاصة أن الدعم لإسرائيل يأتي من أموال دافعي الضرائب، وهو الذي بدأ ظهوره كثيرا في السياق الأمريكي. نجد أن عدد كبير من المتحدثين في الولايات المتحدة الأمريكية يشيرون أن أموال دافعي الضرائب هي التي تذهب
دعما لإسرائيل، دعما للإبادة الجماعية. نعم طبعا دي إشكالية حقيقية، ولكن كما أشرت قد يكون أحد الحلول هو تحول هذه المظاهرات إلى عصيان مدني في للضغط على الحكومات، يعني أن تؤثر الشعوب على الحكومات. طيب تدعي إسرائيل في ردها على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة إنفاذ المساعدات والخدمات الأساسية، الماء والكهرباء والوقود وإلى آخره، أنه حماس تستولي على هذه المساعدات، وأن الأمم المتحدة لم تنجح في توزيع المساعدات بالشكل العادل. هل هناك رد على هذه المزاعم الإسرائيلية؟ هو بلا شك أن هناك كثير من الردود على المزاعم الإسرائيلية، خاصة وأننا الآن أمام مجاعة حقيقية، وهذا يأتي من تقارير الأمم المتحدة بأكملها، من ليس فقط من الأونروا التي يعني صارعت إسرائيل باتهامها بأمور حتى الآن لم تثبت، ولكن إذا خرجنا من هذا الإطار نجد أن العاملين في الأرض من المنظمات الدولية، سواء منظمة الصحة العالمية، الغذاء العالمي، كل أجهزة الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة، أشارت أن غزة الآن أمام مجاعة والوضع يتدهور بسرعة، وهذا أتى في قرار محكمة العدل الدولية التي رفضت بعض التطورات التي استدعت الخروج بقرار جديد، منها يعني الأرقام التي زادت في الاستهداف للأطفال وكذلك تحقق المجاعة. هذا التدهور السريع واضح جدا، لأنه على الرغم من الإدعاءات أن التدهور في المجاعة لا علاقة له بالحرب، إلا أنه ثبت أن إنزال المساعدات سواء عن طريق الجو أو عن طريق البحر غير كافي صحيح. لسد حاجة أهل غزة. نحن نتحدث عن ملايين الآن في الشارع، ليس لديهم ماء، ليس لديهم غذاء، لا يوجد أي علاج صحي، يستمرون في قصف المستشفيات صحيح. ويعني مع الاحترام لإدعاءاتهم، هم لم يصلوا إلى إثبات أنهم يستهدفون عسكريين حتى حماس، يعني لنا عن حرب بين دولة ودولة، جيش وجيش، ولكن نحن نتحدث عن استهداف مستمر مدنيين صحيح. مدنيين صحيح. ولم تثبت إسرائيل عكس ذلك حتى الآن. طيب المفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة قال إن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضمن أسلحتها المستخدمة في قطاع غزة. هذه تهمة جديدة يمكن يعني أن يتم تصعيدها أمام محكمة العدل الدولية، وهذا اعتراف أو توصيف أممي لحقيقة الوضع في قطاع غزة. هو حقيقة ليس فقط فيما يتعلق بالتجويع، ولكن يكفي أن خرجت علينا مقررة الأراضي الفلسطينية أمام مجلس حقوق الإنسان في تقريرها، وأشارت أن ما يحدث في قطاع غزة تعدى المطلوب لتحقيق الإبادة الجماعية. المجاعة هي جزء لا يتجزأ من فكرة الإبادة الجماعية. بلا شك أننا الآن أمام بالفعل يمكن أن يقولها أطروقة، أن كلما يتم استهداف المدنيين حينما يحاولون حتى الحصول على الغذاء سواء المنزل عبر البحر أو عبر الجو يتم استهدافهم، وأصبح يعني وسائل الإعلام تفضح ذلك بوضوح يوميا. تجد هناك مدنيين عزل ليس معهم سلاح، ليس معهم شيء، يتم استهدافهم وهم يحصلون على قوطة يومية. وللأسف الأضحوكة هنا حينما يتكرر المشهد وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية من الجيش الإسرائيلي بالتحقيق. صحيح. نطالب الجاني بأن يحقق وينتهي ويفصل في تهمة موجهة إليه هو شخصيا. بالضبط. أشكرك شكرا جزيلا السفيرة نميرة نجم عضو فريق الدفاع عن فلسطين أمام محكمة العدل الدولية على هذه الإفادة وهذا التوضيح، شكرا جزيلا. استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي والمتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم 76 بعد 100 من العدوان. شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الأحزمة النارية على منطقة خزعة شرق خان يونس ومنطقتي عبسان وصوفة شمال مدينة رفح. وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر راح ضحيتها 82 شهيدا و98 مصابا خلال 24 ساعة
مضت. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32,705 شهداء و75,190 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. أقيمت بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها أول صلاة تراويح وسط حضور كبير من المصلين الذين أعربوا عن سعادتهم بمستوى التطوير الذي شهده المسجد. جاء ذلك في أعقاب افتتاح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد السيدة زينب بعد عمل التطوير الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. إياك يا سندي مولاي يا مولاي. مسجد السيدة زينب أحد أقدم وأشهر مساجد القاهرة القديمة، ينسب إلى عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخت سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد لحق مسجد السيدة زينب بركب التطوير الذي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساجد مصر، ومن ضمنها مساجد آل البيت، ليصل إجمالي تكلفة تطوير المساجد 18 مليار جنيه. احنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا شهدت مساجد آل البيت ومساجد القاهرة التاريخية طفرة في التطوير والعمران لم تشهدها من قبل. يمكن من سنتين بالضبط افتتحنا تطوير مسجد ومشهد مولانا الحسين والساحة الجميلة اللي احنا شايفينها، اللي هي يعني بتحاكي او شبيهة لساحة المسجد النبوي او الحرم المكي. يمكن بعدين مباشرة تم افتتاح المسجد العتيق، أقدم مسجد في مصر وفي الشرق الأوسط، مسجد سيدنا عمرو بن العاص، أيقونة المساجد التاريخية في جمهورية مصر العربية. وقد أقيمت صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب الذي شهد تطويرا نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأحدث الأنظمة كالإضاءة والتكييفات المركزية، مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للمسجد. وقد لاقى التطوير الذي شهده مسجد السيدة زينب إعجابا كبيرا من المصلين ورواد المسجد. أنا كابن من أبناء السيدة زينب ومن أبناء حي السيدة زينب بشكر الجهود اللي تمت لتجديد المسجد الزينبي ومساجد آل البيت على مستوى الجمهورية، تم تجديدها كلها، وده جهد مشكور لمصر برئيسها وبالحكومة بتاعتها. بارك الله فيكم للأعمال الجميلة، ومصر حلوة بأهلها. يعني نشكر القيادة السياسية ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الأعمال الجميلة اللي اتعملت دي في مساجد سيادنا كلهم، مش عندنا ستنا السيدة زينب بس، لا في مولانا الإمام الحسين وستنا فاطمة النبوية وفي كل المقامات الموجودة. تطوير دائم ومستمر لمساجد أهل البيت ومختلف مساجد مصر ضمن برنامج تنفذه الدولة، وشمل مسجد السيدة زينب الذي تم افتتاحه في شهر رمضان المبارك. لمياء موافي، أني للأخبار.